أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إثار عائشة رضي الله عنها لعمر رضي الله تعالى عنه في مسألة دفنه في حجرتها يستدل به على جواز الإيثار بالقرب، وقد مر معنا في الفقه أنه يكره الإيثار في الصف الأول، فكيف الجمع بين هذا؟ يكره، ما قال يحرم، يقول يكره، لكنه جائز، المكروه من قسم الجائز. وما فعلته عائشة هذا من يعتبر من فضائلها، أنها أذنت لعمر رضي الله عنه صاحب رسول الله خليفة الثاني، هذا يعتبر من فضائلها. ألست تدعو لأخيك؟ ما هو هذا إيثار له؟ ألست تتصدق عنه؟ هذا إيثار له. ألست تحج عنه وتعتمر؟ فالإيثار بالقربة ليس ممنوعا، لكن قد يكره في بعض الأحيان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.